مساء الخير أصدقائي، وأهلا وسهلا فيكم من جديد من قناة قانا. اللي إذا تذكروا من فترة نزل جهاز ريلمي سي 25، وقتها كانت عم تروج له شركة ريلمي إنه بطل الألعاب وما بطل الألعاب، وتحكينا عن مميزاته وعيوبه وهل يستحق الشراء ولا لا. بعدها بشهرين تماما بتاريخ اليوم أطلقت ريلمي جهاز ريلمي سي 25 S، جهاز شبيه كتير بجهاز ريلمي سي 25 مع شوية تغييرات بسيطة رح نحكي عنها، وأيضا رح نحكي عن كل مميزاته وعيوبه وهل يستحق الشراء ولا لا بهذا الفيديو. بعد نحكي عن تصميم وديزاين وشكل الجهاز، جاي من الخلف بثلاث كاميرات مع فلاش خلفي، وجنبهم موجود البصمة صايرة قريبة من الكاميرات، ايضا مكتوب عليه كلمة ريلمي بالعريض مع خط املس بسيط جنب كلمة ريلمي او محامي موجودة كلمة ريلمي، مع شوية تحزيزات بسيطة خفيفة يعني دوبها ظاهرة بالجنب الثاني او بثلاث ارباع الجهاز الاخر. ايضا من الاسفل منشوف موجود مدخل سماعة 3.5 ومدخل شحن من نوع تايب سي، من على اليمين بتشوف او بتلاحظ ازرار تعلية الصوت وزر الباور، ايضا من على اليسار منشوف موجود مدخل سيم وكرت الذاكرة. طبعا الجهاز من الامام موجود فيه كاميرا امامية واحدة على شكل ووتر دروب، يعني هاي الكاميرا شوي يعتبر تصميمها قديم، لكن كون الجهاز فيه اقتصادية فموضوع يعني فينا نغض البصر عنه شوي، كون الجهاز مو كتير غالي وبالفعل اقتصادية عادي نشوف هاي التصميمات. طبعا وزن الجهاز هون جاي 209 غرام فقط، وزنه مناسب يعني مع بطاريته اللي جاي 6000 ملي امبير. وزن دلنا شاشة الجهاز، شاشة الجهاز جاي بحجم 6.5 من نوع IPS مع 270 بي بي اي لكل بكسل، وبدقة اتش دي بلس، و60 هرتز كارتزية شاشة وما عليها اي طبقة حماية. الشاشة الوانها جيدة الى مقبولة نوعا ما، لكن مانها ممتازة ودقتها عادية جدا متواضعة، يعني مو هالشاشة اللي كتير دقتها عالية، لانه اتش دي بلس يعني ما بتشوف هالدقة العالية بهيك شاشة صراحة. وبهي القيمة السعرية اغلب الاجهزة بتلاقيها هيك، ما عدا الشاومي في عندها اجهزة بتجي فول اتش دي بلس، بينما الشركات التانية بهي القيمة السعرية بتلاقيهم اغلبهم كمان اتش دي بلس. طبعا ومن عيوب الشاشة وعيوب اجهزه ريلمي بالفئه الاقتصاديه انه ابدا ما بتشوف عليهم طبقات حمايه، مع العلم غير شركات مثل شاومي عم يضيفوا طبقات حمايه على الاجهزه اقل ما هنالك، يعني مثل ما بيقولوا غوريلا جلاس 3. طبعا اللي حاب يشوف الفرق بين الجهاز عليه طبقه حمايه او ما عليه طبقه حمايه يتابع الفيديو تبع الغوريلا جلاس موجود على القناه. من عوف الشاشه ومنتقل للمعالج، المعالج هو متواضع جاي من شركه ميديا تيك من نوع G85 بمعماريه 12 نانومتر ومعالج رسومي مالي G52. هذا المعالج شفناه سابقا كثير اجهزه يعني بهي الفئه السعرية وبأرخص من هاي الفئة السعرية بشاومي، يعني المعالج متواضع أداؤه جيد، بيشغل لعبة ببجي على 40 فريم، لكن صراحة أداؤه مو كتير منيح، وكنت بدي نزل لكم فيديو تجربة لعبة ببجي مثل العادة يعني، بس ما عجبني أداء الجهاز بلعبة ببجي فلغيت موضوع فيديو تجربة لعبة ببجي على هذا الجهاز، لأن أداءها كان بطيء صراحة، وأنا متعود ألعب جيروسكوب وجهاز ما بدعم جيروسكوب، فبالنسبة للجيروسكوب وبالنسبة لعبة ببجي أداء مو جدا ممتاز. ممكن العالم اللي بتلعب بهي الفئة السعرية تشوفه جيد الجهاز، يعني مو مستخدم أجهزة اقوى من هيك بفريمات اعلى من هيك بيشوفوا هذا الجهاز مناسب. هو معالج مقبول ما انه جدا سيء، لكن يبقى معالج فيه اقتصاديه صراحه. وزنتنا الكاميرات، فالجهاز بيجي بثلاث كاميرات اساسيه، بتجي بدقه 48 ميجا ثانويه، بتجي 2 ميجا للمايكرو، والاخيره بتجي 2 ميجا للعزل. صراحه جيد الصور نوعا ما، طبعا الجهاز بيدعم زوم ل 5x، لكن ما بنصحك تستخدم زوم ال 5x لانه ما في تفاصيل بنوب بهذا الزوم، فانت خليك على الكاميرا الاساسيه بدون زوم. بالنسبه للكاميرا الاساسيه بدون زوم مقبوله بفئته الاقتصاديه، بس ما أنا جدا ممتازة ولا تنغرب كتير رقم 48، يعني هذا رقم بس 48. أما هي ككاميرا بتحسها مثلها مثل 13 ميجا أو مثلها مثل الأجهزة الثانية بنفس الفئة السعرية، يعني ما فيها الفرق الكتير كبير بالدقة، فيك تصور فيها شغلات بسيطة، مفاتيح، ساعة، كذا. ورغم هيك الصورة متواضعة وأداء مقبول لكن مو جدا ممتاز. ولاحظت شيء أيضا، أنه ما فيك تضيف بالعلامة المائية أنك تحط اسمك وتحط مثلا أي شيء حبيت تضيفه أنت، خلاص بس بنحط ريلمي سي 25
ايفون اس وفقط. يعني فيك تفعل علامة المائية لكن ما فيك تضيف اسم او اي شيء حبيت تضيفه على الصورة، ما فيك تضيف، فقط فيك تفعل انه علامة مائية يكتب ريدمي سي 25 اس او ما يكتبها فقط. وبالنسبة للكاميرا الامامية، فجهاز جاي بكاميرا امامية بدقة 8 ميجا ما في عدسة 2.0. الكاميرا ادائها متواضع، بالعزل ادائها مقبول يعني صراحة، شفتها بعدة اوضاع جيدة مانها سيئة يعني الكاميرا، لكن فيك تقول انها كاميرا متوسطة الى اقتصادية، ما فيها شيء مميز كتير طبعا. والاجهزة اللي بهاي الفئة السعرية كمان بيعطوا اغلبهم نفس الاداء ونفس التصوير، واغلبهم بيجوا 8 ميجا او 13 ميجا كاميرا امامية، ومو هالفرق اللي كتير كبير بيناتهم. واذا انتقلنا للتخزين والرام، الجهاز له سعة تخزين تبعه 128 جيجا من نوع EMMC 5.1 مع 4 جيجا رام من نوع LPDDR4X، وسعر الجهاز 150 دولار. بالنسبة للسعر مقبول مع هي المواصفات، لكن في عيب بسيط، نوع ذاكرة EMMC 5.1 صار يعتبر قديم، يعني حتى الفئة الاقتصادية تطوروا، يعني صار في UFS 2.1 2.2 عم يستخدموهم بهي الفئة السعرية، فهذا شوي النوع بطيء. بطيء بشو بيأثر؟ بيأثر انه نقل الملفات، النسخ، الاستعمال، بيعطي شوية بطء للجهاز. طبعا اللي مهتم بشراء هذا الجهاز فهو متوفر عند شركة النيزك، رح تلقي لكم رابط صفحة موجود بصندوق الوصف، عندهم توصيل لكافة انحاء العراق. واذا انتقلنا البطارية والشحن، الجهاز هنا جاي بطارية بحجم 6000 ملي امبير مع سرعة شحن 18 واط، والشحن موجود داخل العلبة. صراحة البطارية حجمها كتير منيح وممتازة، بتكفيك يومين برياحة، يعني اذا استخدام عادي بدون العاب، فقط سوشيال ميديا يعني واستخدام خفيف، وبتكفيك يوم كامل اذا مثلا حملت كتير على الجهاز واستخدمته استخدام مطول، يعني بين 10 ساعات ل 11 ساعة باليوم متواصل، يعني اكيد رح تفرغ، يعني ما رح تطول اكتر من هيك. لكن الشيء العيب اللي فيه لهذا الجهاز انه سرعة الشحن 18 واط، يعني جهاز يمكن ياكل معك شحن ما يقارب الساعتين، وهذا رقم كبير بهالايام. يعني كنا بنتمنى الجهاز يكون 25 واط فما اعلى، لكن مثل ما قلت لكم يعني ما فينا كمان نطلب مثلا سرعات شحن اعلى بجهاز سعره 150 دولار فقط، يعني هو هذا سعره وهي سرعة الشحن اللي بيقدم لك اياها هذا الجهاز واللي بتقدمها بقية الاجهزة بهي الفئة السعرية. طبعا بالنسبة لنظام التشغيل جاي مع الجهاز هو اندرويد 11 مع واجهة ريلمي UI 2.0، الواجهة ممتازة ومخدمة بكل التطبيقات بكل الخدمات، موجود وضع الدارك مود، التعتيم موجود بقلب الجهاز، واغلب الميزات تسجيل الشاشة كلها موجودة بهذا الجهاز وبهذا النظام. اما بالنسبة للبصمة، فبصمة الجهاز هنا جاي ادائها حلو وسريع وممتاز وما عليها اي مشكلة، فورا بتفتح بثواني، والانيميشن اللي فيها سريع ما بيحسسك باي بطء ابدا. لكن العيب الوحيد اللي جاي بهي البصمه انه جاي مرتفع شوي قليلا، يعني صايره جنب الكاميرات، فيعني اصبعتك شوي بدك ترفعها شوي مع حجم الجهاز لتوصل للبصمه، يعني او بدك تتعود شوي على مكان البصمه لحتى تفتحها، يعني مو جدا مريح مكان البصمه صراحه. كنت بتمنى لو حاطين بصمه جانبيه، يعني لانه اغلب الاجهزه صارت عم تجي بال21 بصمتهم جانبيه، والجانبيه اثبتت جدارتها وفعاليتها من زمان، يعني فصارت الشركات كلها تستخدم البصمات الجانبيه، البصمات من الخلف صارت قديمه. طبعا ميزات الجهاز ايضا انه بيدعم خطين وكرت ذاكره، فيك تضيفهم كلهم سوا بدون ما تشيل اي واحد منهم. ايضا الجهاز بيدعم خدمات جوجل بشكل كامل، ايضا الجهاز بيدعم مدخل سماعات 3.5 تستعمله وتشحن الجهاز سوا، ما عندك اي مشكله. فهي كانت ميزات الجهاز. بالنسبه لعيوب الجهاز اللي شفتها انا بهذا الجهاز، اول عيب زعجني انه الشاشه HD قلت لكم خلال الفيديو وما عليها اي طبقه حمايه، يعني كنت اتمناها تكون فول HD بلس، يعني حتى تكون دقتها افضل، يكون عليها اقل شيء طبقه حمايه. يعني ثاني عيب انه الجهاز ما بيدعم جيروسكوب وبطيء جدا بالالعاب، واذا انت بتلعب جيروسكوب فهذا الجهاز ما بيفيدك ابدا بالالعاب. ثالث عيب الجهاز هون ما بيدعم صوت محيطي ستيريو سبيكر من الجانبين، في سماعه واحده من الاسفل صوتها مقبول مانها ضعيفه، لكن سماعه واحده، بينما الاجهزه الثانيه بنفس الفئه السعريه عم تجي ستيريو سبيكر. رابع عيب وهذا اللي اغلب الاجهزه الصينيه بيجي فيها هذا العيب، انه ما بتدعم مستشعر IR، ما عدا اجهزه شاومي هي الوحيده الصايره حاليا عم تخدم مستشعر IR، وهذا المستشعر بتقدر تتحكم فيه بالاجهزه المنزليه، المكيف، الشاشه، التلفزيون، اي شيء كان. هذا المستشعر غالبا موجود فقط باجهزه شاومي، اجهزه ريلمي ما بتدعم، واغلب الاجهزه الصينيه بهالفئه كمان ما بتدعم. واخر عيب حكيت لكم اياه من خلال الفيديو اللي هو انه نوع الذاكره الداخليه بتجي EMMC 5.1، وكنت متمنيها انه تجي UFS 2.1 فما فوق. هي بالنسبه لمميزات وعيوب جهاز ريلمي سي 25S. بنجي لانه هذا الجهاز هل يستحق الشراء ولا لا؟ بالنسبه لي هو جهاز جيد، لكن برايي اذا بدك تشتري جهاز بالفئه الاقتصاديه اهم شيء تدور عليه هو دقه الشاشه اللي هي فول HD، لان المعالج غالبا عم يكون نفسه، البطاريه قريبه، سرعه الشحن قريبه، الرام والذاكره قريبه، كلهم قريبين من بعض، يعني حتى الكاميرات قريبه، ما عدا الشاشه اللي بتفرق معك، بتفرق بين الاتش دي بلس وبين الفول HD من ناحيه الدقه، في فرق منيح صراحه. فلو بدك تشتري جهاز بالفئه الاقتصاديه اهم شيء دور على الشاشه انها تكون فول HD، وفي اجهزه كتير من شاومي بتجي دقه شاشتها فول HD بلس وبالفئه الاقتصاديه. واذا عندكم اي سؤال او استفسار اكتبوا لي بالتعليقات، وبتمنى اذا استفدتوا من هذا الفيديو ما تنسوا تشتركوا بالقناه، تفعلوا زر الجرس، تضغطوا زر الاعجاب، ودمتم سالمين.